عملك عليها سلبية. أسرعي أسرعي الضياع. بيحضر لك مقال الحين. السفر تحت السيطرة مرة. قالكم الأرض بعت لنا واحد من الحلال قال هذا هذا من صغار مكسين وضعنا سيء، ما حدش فيش معين لنا نهائيا، واحد يعين الاسر هذه، يعين الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزه منذ 15 سنه، لا يجي يتفقدنا يقول عندكم اكل، عندكم شرب، عندكم حياه كريمه، ما فيش حد. يعني انا ابن ادم باسمي وباسم عيله محمد ابو نمر شبهت حياتي هنا بالجحيم. الوضع في قطاع غزة متدهور، وخاصة يعني البطالة والفقر في ازدياد مستمر. من يعتمد على المساعدات في قطاع غزة يفوق 70%. القطاع الخاص تراجع بصورة كبيرة جدا، وأصبح الاعتماد في قطاع غزة الذي يحرك السوق هو رواتب الموظفين ورواتب مؤسسات المجتمع المدني. وضع صعب، يعني احنا اليوم السنه بتجيبش اجار المصنع، عندك يعني اجار المصنع مثلا 1000 دينار في السنه، مش قادرين نحصل لهم 1000 دينار، واليوم فيش ارباح، وكثير كثير مصانع معروضه للبيع. إذا بقي العمر على ما هو عليه هذا يؤشر إلى مزيد من التدهور في قطاع غزة، مزيد من المشاكل الاقتصادية خلال الفترة القادمة، وحالة الركود الموجودة في قطاع غزة ممكن أن يتبعها حالة يعني انهيار كامل للاقتصاد إذا لم يكن هناك تدخل سريع. عنوان هذا التدخل يكون رفع الحصار عن قطاع غزة وتحسين الأوضاع الاقتصادية.